السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي. عاملين ايه النهاردة؟ احنا عند اختي بجولة كده في شقة اختي. قلنا نعمل روتين كده خفيف معاكم. عند اختي طبعا هي مكسوفة تطلع معانا، بس هي مش هتطلع، انا بس انا بعمل لها كده روتين كده في اوضة الولاد ولادها. الاول نخش نصلي على النبي، نشترك في القناة لو انت ما اشتركتش او انت ما اشتركتيش، لان اشتراككم بيسعدني قوي والله. دي اوضة الولاد، قلت لها ايه انا هعمل لك روتين فيها، اعمل روتين فيها. قالت لي بصي قدامك الشقة كلها، اعمل لي فيها روتين. المهم ايه، انا بدأت الروتين بتاعي بأوضة الولاد. فقلت كده ايه هنضفها لها. بالمناسبة هي والدة، يعني عشان كده احنا روحنا نورانا يعني نزورها وكده. قلنا نعمل عندها كده ايه، نضيف لها الشقة بتاعتها بالمرة. بس ف قلت لها هنعمل لك اوضة الولاد دي. فقمت كده قلت لرنا يلا يا رنا تعالي نعملها لها. على فكرة انا هعمل الفيديو ده على مرتين، الشقة هعملها على مرتين، فاعملها لكم في فيديوهين عشان هي ايه الفيديوهات طويلة شوية. فيديو اوضة الولاد دي هعمله في فيديو، والسفرة والانتري برا هعمله في فيديو. بس فاحنا اهو انا ورانا بنشيل السرير وننضف تحتيها. انا لوحدي، رانا ايه؟ رانا بتصورني، يا رانا بتعمل حاجة معايا. بنضف تحت السراير عبالة قلنا بتصورني. هي شقة نظيفة والله، بس هي عشان بحط لك حطوا اللايك 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 اللايك، اوعى تنسوا اللايك. ايوه اهم حاجة تحطوا اللايك. رنا طبعا هي بتصورني والله. بص فقلنا كده ايه نعمل لها اوضة ولادها، يعني نضفتها والله وفرشت لها السراير وكده. كده ايه احنا هو فرشنا السرير، السراير، وديني همسح اهو. همسح الاول بعدين لا كنت همسح، بس قلت لا افرش الاول بعدين امسح عشان ما اقعدش ادبخ الارض تاني. ايوه والله العظيم، بصي ما خدتش في ايدي وقت الاوضه، اللي خد مني وقت بره بقى اللي هو الصاله والانتري وكده السفره وكده. فانا هقسم لكم الشقه على فيديوهين. انا كنت عملت الاوضه بتاعتها كمان الاول، الاوضه اوضه النوم بتاعت اختي الرئيسيه كنت عاملاها قبل الاوضه دي، بس ما صورتهاش بصراحه. بس هوريكوا شكلها في يعني الشكل النهائي يعني. كده احنا خلاص يعني بمسح انا اهو، انا بمسح اهو الارض خلاص، يعني قربت اخلصها انا، يعني ايه انا قربت اخلص الاوضه دي. قلت لكم انا قبلها انا كنت مخلصة الاوضة التانية. كنت مخلصة الاوضة الرئيسية، هوريها لكم بس لما ايه بقفل انا هنا كده خلاص.
انا قربت اخلص اهو، انا اعتبر خلصت اصلا يعني. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هي عشان بس الشقة نظيفة ما بتاخدش وقت يعني، ما خدتش وقت معايا خالص والله العظيم. بس انا يعني ايه، كنت عايزة اصورها لكم الشقة كلها في فيديو واحد، بس انا لقيته هيبقى وقت كبير قوي، فقلت اقسمه على ايه، على مرتين يعني، قصدي على فيديوهين. الأوضة دي بس هي خدت وقت شوية عشان ايه، كان في حاجات كده لازم كنت رتبتها يعني، كنت غيرت انا نظام السرير وكده، عشان كده خدت وقت معايا. خلاص انا كده ايه خلصت اهو، خلاص ايه الاوضه كده خلصت خلاص، وهيبقى الشقه هوريكم بقى الشكل النهائي للاوضه الكبيره يعني الاوضه الرئيسيه النوم بتاعت اختي. بقول لكم انا هوريكم بقى في الاخر خالص يعني، خلصت خلاص اهي الاوضه الكبيره، انا كنت خلصتها اهي وكنت فرشاها كله، كنتش بس لسه هقفل الشبابيك وافرد الستاير وخلاص، كنت عاملها قبل الأوضة التانية. وبكده أقول لكم الفيديو بتاعنا خلص، وأشوف وشكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. بس بالله عليكم متنسوش الاشتراك، فعلوا زر الجرس، كومنت حلو لطيف، أهم حاجة تشتركوا في القناة، أهم حاجة. لو مش مشترك يشترك، حطوا اللايك لايك لايك لايك. أشوفكم على خير، مع السلامة.